نعم. هل في امكانيه الحكم ان التضخم في الفتره الخلافيه رخي من جوه؟ والله انا أرخت جزء صغير في هذا الواقع وجعلته في دراسة أسميتها إمالة القدور على من قال نعم للدستور، فتأريخ للدستور المصري بكل ملابسات الدستور. في إمكانية بس ما فيش عندي وقت، أنا عندي كنز كبير قوي ولكن ما فيش عندي وقت، ولكن أنا وعدت إخواني إن شاء الله إن تهيأ لي وقت أكتب هذه الفترة، ولكن لن ينشر هذا بإذن الله تعالى إلا بعد أن أرحل إلى عالم الآخر إن شاء الله. شفنا رؤية حضرتك يعني الدعوة بعد الأحداث اللي احنا عشناها من 4 سنين أو 5 سنين، يعني أستبشر إن شاء الله خيرا، أستبشر خيرا طالما أن هناك يعني قلوب تتلاقى على الخير وإرادات تريد الخير، بإذن الله سيكون الخير. لا نريد أن ننشغل في الكلام لأن الكلام لن ينتهي، إحنا دلوقتي شايفين واحد بيغرق نعمل إيه؟ ننقذه ونشتغل ولا نقعد نقول بيغرق يا خسارة، تكن طيب تشكله جميل وحلو، هي المية صحيحة تغرقه بس نعمل، نقعد نتكلم ولا نشتغل؟ هل إحنا بنشتغل ولا بنتكلم؟ يبقى المطلوب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ تشتغل إزاي؟ قول لي بقى. أيوة، تطلب العلم الشرعي وتجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل وتأتي بالعمل الصالح وتنشغل بنفسك. نعم.